حدثنا أبو النعمان، حدثنا ثابت بن يزيد، حدثنا عاصم، قال: سألت أنسًا رضي الله عنه عن القنوت، قال: قبل الركوع، فقلت: إن فلانًا يزعم أنك قلت بعد الركوع، قال: كذب، ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرًا بعد الركوع، يدعو على أحياء من بني سليم، قال: بعث اربعين او سبعين يشك فيه من القراء الى اناس من المشركين فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فما رايته وجد على احد ما وجد عليهم